اهلا الاخوان، رمضان مبارك ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غنهضر على الناس اللي كتنسى بزاف داكشي اللي راجعات، ولا داكشي اللي فهمات، ولا داكشي اللي حفظات، كتنساه بالزربه وما عارفاش شي طريقه اللي تقد بها الذاكره باش تولي تستوعب اي ماده خام لواحد المده طويله اللي تخدمها فيه. اليوم نعطيك واحد الطريقه اسطوريه، واحد الفاكت، واحد الحقيقة نفسية على العقل. وقبل ما نقولها لك، تابونا ودي لايك باش تكبر العائلة بيك. اوكي، اول حاجة هي نقول لك كيفاش كتخزن انت المعلومات. انت كتخزنهم بالحواس، بالمستقبلات ديالك، يا اما كتشوف المعلومة وكتخزنها، ولا كتسمعها وكتخزنها. هادشي اللي كيديرو 99% من الناس وانت منهم، ولكن هاد جوج حواس اللي كنستعملو كاينه واحد الحاسة اللي ما عمرنا سوقناها ليها، واليوم غادي نعطيك حقيقة علمية عليها. سمع الحقيقة العلمية كي دايره. الحاسة ديال الشم هي افضل احساس كيتعلق بالذاكرة الانسان. ما فاتش ليك تفكرتي شي واحد بالباغفان اللي كيدير، لما فاتش لك تفكرتي شي بلاصة بالفضل ديال الريحة اللي كانت فيها، ما فاتش لك تفكرتي شي صناك بسبب الريحة ديال الماكلة ديالو. هذا هو الجواب اللي غنعطيك دابا. الحاسة ديال الشم هي أكثر إحساس كيتعلق بالذاكرة، أكثر من الشوف وأكثر من السمع. السؤال دابا هو كيفاش تخدم هاد المعلومة الذهبية اللي عطيتك فهاد الشي اللي كتراجع ليه ولا كتبريباري ليه، ولا كيفاش تخدمها. الا بغيتي تقوي الذاكرة ديالك، اي مادة ربطها بشي ريحة، واي درس فيها ربطه بشي ريحة. كيفاش؟ انا اعطيك مثال بواحد الفيلم فرجت له فيه واحد اللقطة وكنت بغيت نتفكرها على واحد السبب، واحد الغرض، وانا ربطها بريحة القهوة، وباقي لحد الان مور عامين عاقل عليها. وملي كنت تفكر ريحة القهوة كنت تفكر ديك اللقطة. هكا انت كاين الريحة ديال المسكار، ريحة الفواكه، الريحة ديال شي مشروب. الحياة عامرة بالروائح اللي تقدر تخدمها لصالح الذاكرة ديالك. هذه افضل طريقة للذاكرة، وغيفهموها البنات اكثر حيت كيكونوا خدموها في الصغر بالفطرة. انا عاود نفكرك بهذه الحقيقه هذه. الا كنتي باغي تخزن المعلومه في عقلك، ربطها بشي ريحه، حيت حاسه الشم هي افضل احساس كيتعلق بالذاكره ديالك. هذه الحقيقه العلميه راه قليل اللي عارفها، وجايين حقائق اخرين غيكونوا على شكل فيديوهات. الا بغيتي توصلك انت الاول، تابونا في هذه القناه وفعل الجرس باش تولي واحد من العائله. نتلاقاو في لا فيديو الجايه، الى اللقاء. هاد الكورس ديال الاجتماعيات اولى باك، الهدف ديالو هو الى باقي ما بديتي، هذا هو الحل اللي درت لك ملخصات مكتوبة بالطريقة اللي تخليك تستوعبها وتجاوب على اي سؤال او مقالة في اي امتحان وتجيب نقطة زوينة. اللي بغى الكورس يتواصل مع هاد النمرة في الواتساب، انا مخلي المكلف اللي غيهضر معك وغيقول لك طريقة الدفع وكيفاش غادي يعطيك الكورس في الواتساب على شكل PDF.